السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع مستر طارق والساينس. هنكمل مع بعض منهج جونيور 4 الترم الثاني، يونت 1 ليسون 2 ذا ريسبيراتوري سيستم. ذا ريسبيريشن بروسيس، عملية التنفس. It is the process in where the air rich in oxygen، الهواء اللي فيه أكسجين، enter the lungs and the air rich in carbon dioxide، والهواء اللي فيه carbon dioxide released come out، بيخرج from the lungs. Respiration process ممكن نقولها بطريقة سهلة، عملية التنفس أقولها إزاي؟ oxygen enter lungs and carbon dioxide released come out from the lungs. Repeat after me. Respiration process: oxygen enter lungs and carbon dioxide released come out and get energy. وباخد طاقة. برضو respiration دي مسؤول عن ان انا باخد طاقة. Get ايه؟ energy. What is the importance of respiration process؟ هو نفس اللي احنا قلناه من شوية، اللي هو give us energy. و number two, take oxygen and get rid of، ونتخلص من ال harmful product as carbon dioxide and water vapor. The structure of respiratory system، الجهاز التنفسي بيتكون من ايه؟ number one, nose. Nose يعني هنا النيزل كافيتي، وعندي number two pharynx، وعندي trachea، وعندي ال two lungs. The respiratory system consists of number one nose. Nose consists of mucus layer. Mucus layer اللي هي الطبقة المخاطية الموجودة جوه الأنف، بتعمل ايه؟ mucus layer تبدأ بحرف الام، يبقى mucus layer moist the air. والهير اللي هو الشعر filter air، الهير بينقي الهواء from dust and microbes. وعندي حاجة اسمها blood capillaries warm the air، بتدفي الهواء before enter the lungs. ممكن نشوفها في الفيديو كده مع بعض. لو جينا بصينا على الفيديو بتاعنا هنا، ادي عندي اهو النيزل كافيتي، فعلا موجود عندي النيزل كافيتي اهو، وادي عندي عمليه الريسبيريشن تنفس. هو هنا الاكسجين هنا لونه ابيض، والشوائب الحاجات اللي هي الدست اند مايكروبس لون احمر. هنا ملاحظين ان الدست اند مايكروبس اتحجز جوه الميوكاس لاير جوه الحته دي، والجزء اللي عدى هو الاكسجين اللي هو ايه النضيف بعد ما اتعمل له عمليه ايه فلتريشن. اوكي نرجع تاني. عندي الفارينكس نمبر 2، أو ما اسمع كلمة فارينكس، فارينكس أو الكومن كافيتي، كومن إيه كافيتي، عبارة عن تجويف مشترك leads to the esophagus and trachea. يبقى مع بعض فارينكس كومن كافيتي، فارينكس كومن كافيتي leads to، بيودي لإيه؟ للإسوفيجس and trachea. What is the function of pharynx؟ Allow air to pass from the nose to the larynx. To the larynx. Number 3, trachea. Trachea is a tube supported with cartilaginous rings. Again, supported with cartilaginous rings. أول ما تقرأ كلمة cartilaginous rings اعرف ان انت كده بتتكلم على trachea. يعني لو جالك سؤال مثلا بيقولك dot، بيقولك مثلا complete dot is a tube supported with cartilaginous rings، تقول ايه؟ trachea على طول. That make it permanently open، open all the time. Lined with cilia to eject up the strange object. في التراكية اللي ما احنا شايفين عندي في الرسم دي كده، هلاقي عندي ان التراكية من جوه فيها حاجات اسمها سيليا، عبارة عن زوائد كده جلدية، حاجات صغيرة. لو حصل وفي اي حاجة دخلت في التراكية غلط، يعني مثلا انت بتاكل بسرعة او اي حاجة دخلت بالغلط جوه التراكية، السيليا بتعمل اجكت اب، تطردها بره. تمام، وهنشوف دلوقتي مع بعض في الفيديو ازاي ده بيحصل. At the top of trachea في عندي حاجة اسمها larynx. Larynx اللي هو بقول عليه voice box، اللي هي الحنجرة. And epiglottis. Epiglottis اللي هو اسمه لسان المزمار، اللي هي انت لما تيجي تفتح بقك كده وتصرخ بتشوف حاجة كده من جوه بلونها احمر، عارف توم وجيري كده لما بيبدأ يصرخ في كده من جوه حاجة حمرة كده، دي اسمها ايه؟ epiglottis. ليه أهمية كبيرة جدا البيجلوتس، close of the trachea during swallowing، تقفل التراكية علشان تبلع بأمان. This don't allow food to enter the trachea. At the bottom of trachea branches
into two narrow tubes called the bronchi enter the lungs. تعال نبص كده مع بعض على الفيديو. ادي الجزء اللي اسمه pharynx، لو احنا جينا بصينا عليه دلوقتي اهو خلاص. الفارينكس اللي هو مشاور عليه بالاحمر دوت، او ما اسمها كلمه فارينكس اقول ايه، اقول عليه كومن ايه كافيتي. وادي منظر، هنعيدها تاني كده مع بعض. ده انا كنت بقول ان في ايه، في حاجه كده اسمها ايبيجلوتس. بص كده المنظر ده، هتلاقي الايبيجلوتس بيقفل ايه، بيقفل التراكيه، والسوالوينج البلعه بتيجي ايه، بتمشي من ورا. نعيدها تاني كده مع بعض، نبص عليها تاني. انا بقول ان في حاجه اسمها ايه، ايبيجلوتس. بص كده على المنظر ده الفيديو، هتلاقي ان في حته كده بتنزل، ايوه بتقفل مين، تقفل التراكيه، والبلعه اللي هي السوالوينج بتعدي منين، من ورا، تروح على الاسوفيجس. يبقى الابيجلوتس بيعمل ايه، كلوز تراكيه during ايه، سوالوينج. هنا مشاور على جزء اسمه لارينكس اللي هي الحنجره، الحنجره اللي هي فويس بوكس، فويس ايه بوكس. لو تلاحظوا اللي طالع دوت كده الصوت، وهنا في جوه كده الكوردس اللي هي الايه، الاحبال الايه الصوتيه. يبقى اللارينكس بتعمل ايه، لارينكس فويس بوكس، مصدر الصوت. في عندي انبوبه طويله اسمها تراكيه، اسمها ايه، تراكيه اللي هي القصبه الهوائيه. التراكيه او ما اسمها كلمه تراكيه اقول كارتيليجينس رينجز. تراكيه كارت ايه، بص بص المنظر ده، حلقات غضروفيه انكمبليت، غير كامله. ليه مستر؟ تو ميك ات اولويز اوبن، دايما تبقى مفتوحه ويعدي فيها ايه، الهواء. يبقى تراكيه كارتيليجينس ايه رينجز. اوكي، هنيجي نبص على التراكية كده، هنلاقيها التراكية في الجزء بتاعها من تحت. طبعا هنا بوضح تاني الجزء اللي هو بتاع ان جوه النوز، الجزء الاخضر دوت اللي هو الميوكس اللي هي الطبقة المخاطية، بتحجز التراب، التراب اللي هو لونه احمر دوت اللي هو الدست اند مايكروبس. دي الطبقة المخاطية الموجودة جوه مين، جوه ان الانف اللي اسمها ميوكس ايه، ميوكس لير، بتحجز الايه، الدست، التراب اند مايكروبس، عشان الهواء اللي يعدي يبقى هوا نضيف. زي ما احنا شايفين كده منظر الشجره دي اللي بتنور، شجره كده تحس ان هي ادي تراكيه، برانشت من فرع الفرعين، كل فرع اسمه برونكاي. الفرعين دول البرونكاي بيتفرعوا جوه اللانجس لفروع تانية كتيره كده، زي الشجره. الفروع الصغيره دي اسمها برونكيولز، اسمها ايه، برونكيولز. at the end of برونكيولز، في اخر برونكيولز في كده كياس هواء صغيره اسمها الفيولاي، اسمها ايه، الفيولاي، اسمها ايه، الفيولاي، اسمها ايه، الفيولاي. هنرجع لها تاني. هنا كنا بنقول مع بعض lungs، ماشي. is divided into bronchioles inside each lung ending in alveoli. the lung contain the air sac that called alveoli. the alveoli is alveoli اللي بيقول عليه الحويصلة الهوائية، اللي هي الكياس الموجودة فين، في آخر الفروع دي الصغيرة اللي هي البرونكيولز. The alveoli are surrounded by network of capillaries in where gas exchange. يبقى يقول لك what is the importance of alveoli exchange gases. The two lungs in the chest cavity and they surrounded by ribs. يعني الضلوع، الرئتين موجودة جوه الصدر ومحاطة بالإيه؟ بالضلوع عشان تحميها، to protect it. Diaphragm. Diaphragm اللي هي اللي بيقول عليه الحجاب الحاجز، separate بيفصل the chest cavity from the abdominal cavity اللي اسمها مستر، اسمها diaphragm، اسمها ايه، diaphragm. هنبص عليها كده اهي، موجود عندك تحت خالص، حاجة اسمها diaphragm عبارة عن muscle separate بتفصل ما بين المنطقة اللي فوق اللي هي chest والمنطقة اللي تحت اللي اسمها ايه، abdominal، اسمها ايه، abdominal. في هنا سؤال give reason مهم جدا، the alveoli surrounded by network of blood capillaries to allow gas exchange between the air sac and the blood. تعالوا مع بعض بقى نشوف ازاي بيحصل exchange of ايه، of gases، ازاي بيحصل تبادل الغازات. دلوقتي هنشوف حاجه، رسمه حاجه كده مكبره، رسمه مكبره للالفيو. دي كده الفيولاي عباره عن ايه، air sac، عباره عن كاس هواء. الالفيولاي دي اللي هي الكاس الصغيره دي، هلاقيها كده surrounded by، حواليها blood capillaries، blood ايه، capillaries. والblood دوت اللي هو حواليها دي، ده البلد ودي الالفيولاي، هيعمل حاجة اسمها exchange of gas. لو نلاحظ دلوقتي هنلاقي ان في حاجات هتطلع، في سهم، ايوه ده بالظبط كده، احنا خدنا الاكسجين، خدنا الاكسجين تمام، البلد خد وبيدخل جوه كربون ايه، دايوكسيد.
كده حصل ايه اكستشينج، حصل ايه، بص برضو هنا هنثبت كده شويه، حصل ايه اكستشينج، حصل اكستشينج. عندي هنا اكتيفيتي جميله جدا بتبين عمليه الميكانيزم اوف ريسبيريشن. ميكانيزم اوف ريسبيريشن عندي حاجتين بتحصل، عمليتين، عندي عمليه اسمها الانهيليشن وعندي حاجه اسمها اكسهيليشن. ميكانيزم اوف ريسبيريشن ازاي بيحصل ايه؟ عمليه الشهيق والزفير. انهيليشن لما باخد نفس، during inhalation process the diaphragm اللي هي السهم ده، في سهم كده متشاور دي، هو ده اللي هي العضله دي، عضله الحجاب الحاجز، contract تتشد and move down. The volume of thoracic cavity increase. The air rich in oxygen enter to the lungs through nasal passage. In exhalation عكسها بقى، يعني exhalation انت العكس، بص على منظر السهم هتلاقي السهم طالع. During exhalation the diaphragm muscle relax and move up. The volume of thoracic cavity decrease. The air rich in carbon dioxide come out the lungs through the nasal passage. The rate of respiration increase when the activity of the body increase. يعني كل ما اعمل activity، كل ما اعمل نشاط، كل ما التنفس عندي بيزيد. To get more energy. هنا هنشوف مع بعض الميكانيزم of respiration. هنعمل تجربة جميلة جدا. Activity to show the mechanism of respiration in the following activity. The plastic bottle represent the thoracic cavity. الإزازة دي عبارة عن الصدر، مثل الصدر لبني آدم. The two balloons، البالونات دول عبارة عن two lungs. The rubber membrane represent the diaphragm. هنا هنعمل ايه بالظبط؟ بص كده معايا. To show the mechanism of respiration step 1 pull the rubber membrane، بشد الرابر ده لتحت شوية. As in inhalation process observation the air enters the two lungs. To show the mechanism of respiration step 2 release the rubber membrane to turn back to its original position. As in exhalation process the air come out of the two balloons. Comparison, the very important comparison between inhalation and exhalation. لو احنا حفظنا الانهيليشن نقول عكسها يبقى الاكسهيليشن. يبقى اول حاجه بيقول لي مثلا انهيليشن ايه اللي بيحصل؟ air enters the lung. طب الدايفراجم muscle contract and move down. طب movement of ribs حركه الضلوع inhalation rise up. طب وال size of thoracic cavity حجم الصدر في الانهيليشن increase. exhalation العكس. It is a process by which air is expelled out or released out the lungs. طب diaphragm muscle relax and move up. خدنا بالنا ده عكس ده، يعني نحفظ واحدة والتانية هتبقى عكسها خلاص. Movement of ribs they move downward. So size of thoracic cavity decrease. Component of the exhaled air. الهواء اللي خارج منك ده فيه ايه؟ Exhaled air contain carbon dioxide and water vapor as product of respiration process. Components of exhaled air activity to detect the for water vapor in exhaled air. Try to do the following activity. هعمل نشاط كده، النون والعسل دوت blow in front of surface of mirror. لو احنا نفخنا في المراية وحطينا كده ايدينا هنحس ان في water droplets are formed on the glass sheet. Exhalation air contain water vapor as a product of respiration process. ده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو exchange of gas take place between air in the alveoli and the blood. دي كيس الهواء اللي اسمها alveoli وحواليها الايه البلد، بيعمل عمليه exchange of gases. How to keep respiratory system healthy. ازاي احافظ عليه كويس الجهاز الجميل دوت؟ Number 1 avoid smoking and smoker. اي حد بيدخن خد منه سيجاره واطلع يجري ما تقلقش، اي حد. Keep off the serve cold. احمي نفسك من البرد، يعني ما تقعدش كده اعمل فيها سبايدر مان كده، انت ممكن تتعب يعني. البس لبس تقيل كده وتقل. Having fruits rich in vitamin C. كل فاكهة فيها فيتامين C such as orange and A and جواف and A جواف to protect yourself from cold. Avoid being in crowd. ما تبقاش في الزحمة or poor ventilation places او الاماكن اللي هي ايه ضعيفة التهوية.
وأراكم في الحلقة الجاية من مستر طارق والساينس.